طيب انا برضو عايز اعرف من حضرتك ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجوده في اللعيبه عشان تصلح لحراسه المرمى؟ في فرق كبير جدا ما بيننا وما بين اوروبا. احنا دلوقتي شايفين ان الحارس لاعب كره قدم قبل ما يكون حارس مرمى. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان الحارس بيلعب بالقدم، بيشارك، بيسجلوا اهداف كمان، بيسجلوا اهداف. كابتن عصام الحضري في مصر سجل اهداف قبل كده افريقيا. الفكره كلها ان لازم حارس المرمى دلوقتي في اوروبا ممنوع اي حارس مرمى يكون قصير القامه. في اوروبا دلوقتي في طول معين لحارس المرمى، حد لا يقل يعني. حد ادنى لا يقل عن 175 في الامتار بتاعته. فدلوقتي ده احنا واقعين فيه في مشكله، عشان خاطر قبل كده ما كانش عندنا، ما كناش سابقين في حاجه زي كده. لكن دلوقتي بقى في قوانين لحارس المرمى، الرشاقه والمرونه، التدريبات بتاعته مهمه جدا. دلوقتي شايفين كورتوا وشايفين شغله مع المنتخب البلجيكي عامل ازاي. حراسة المرمى قبل كده كانوا بيقولوا 50% حارس المرمى، دلوقتي حارس المرمى هو الفريق الكامل. بدليل عندنا محمد الشناوي بسم الله ما شاء الله ماشي مع النادي الاهلي بخطه ثابته، ثابت على مستواه. عندنا دلوقتي امبارح لو اتفرجنا على بطولات اوروبا هنلاقي ان منتخب التشيك صعب بسبب حارس المرمى، هنلاقي منتخب سويسرا امبارح مادي اداء هايل لحارس المرمى في اخر الخمس دقائق اللي هم فيهم الثبات والتركيز، مصعد سويسرا، هنلاقي كورتو مصعد بلجيكا امام البرتغال فحارس المرمى. والعكس صحيح، يعني لو حارس المرمى بعافية حبتين الفريق كله هيدفع ثمن ده. فده اللي بنقول عليه ان حارس المرمى اصبح فريق كامل، واصبح ان حارس المرمى مهمته كبيره جدا ان هو يعمل ضمان للفريق ان هو يحافظ على الرينك بتاعه في البطولات وفي كل حاجه. فحارس المرمى لازم يلعب بالقدم، حارس المرمى يكون طويل القامه، حارس المرمى لازم يكون رشاقه ومرونه، التركيز، الدقه في الاداء، التمرير، بدايه الهجمات، حاجات كتير جدا دي خلاص بقت التمرين اتغير، اسلوب التدريب اتغير، طرق اللعب اتغير، حاجات كتير جدا لازم المدرب يكون ملم بالحاجات دي كلها. لازم يتكلم مع الحارس في حاجات زي كده. شايفين المدربين الحراس في بيتكلموا اثناء المباراه مع الحارس، ما ينفعش اتكلم مع الحارس اثناء المباراه لان خلاص الوحده التدريبيه بتاعتي خلال الاسبوع انا مرنتها، عرفته اللي احنا بنلعب بطريقه اللعب معينه، ما اقدرش اكلم حارس المرمى خلاص لان هو عنده المعلومات كلها الكافيه خلال التمرين، بقت في ادراج متخزنه في الذاكره بتاع حارس المرمى. وعشان كده ما بنلاقيش مدرب حراس مرمى اجنبي بيقف يتكلم مع الحارس بتاعه خلال المباراه الا اذا في حاجات معينه بس بيتكلم فيها، مثلا الدقه، التركيز، حاجات معينه، لكن ما اقدرش اكلمه او اشغله خلال المباراه. وده اللي بيبقى في تواصل دايما ما بين مدرب الحراس وحارس المرمى، عشان خاطر ده هو اللي بيبني عليه شخصيه الحارس خلال المباراه او من اثناء التدريب.